السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسئلة من القرآن الكريم، ولا تنسى السؤال الأخير أجب عليه في التعليق. السؤال الأول، ما هو الحيوان الذي نام مع أصحابه؟ السؤال الثاني، ما هو الحيوان الذي ابتلع يونس عليه السلام؟ السؤال الثالث، ما هو الحيوان الوحيد الذي لم يركب في سفينة نوح عليه السلام؟ السؤال الرابع، ما هو الحيوان الذي اتهم بعمل لم يقم به؟ السؤال الخامس، ما هي الحشرة التي كشفت موت سليمان عليه السلام؟ السؤال السادس، ما هو الحيوان الذي رفض أمر صاحبه خوفاً من الله تعالى؟ السؤال السابع، ما هو الحيوان الذي وصف وصفاً دقيقاً في القرآن الكريم؟ السؤال الثامن، ما هو الطير الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله؟ السؤال التاسع، ما هو الطير الذي علم البشر الدفن؟ السؤال العاشر، من هو الحيوان الذي أماته الله تعالى ثم أحياه؟ السؤال الأخير، من آخر من ركب البراق؟